وبأولى مساحتنا لليوم أكيد رح نخصصها للجانب الطبي اللي دائما بنحاول نجاوب على كثير من الأسئلة والاستفسارات لكل الناس. اليوم رح نحكي عن مرض الروماتيزم وشو علاقته طبعا بالعمر، كيف العلاج وطرق العلاج منه، كل هي الأمور رح نحكي عنها سلمى بالتفصيل. أكيد، وهو بالواقع التهاب بيصيب المفاصل بالجسم وبيصنف ضمن الأمراض المناعية الذاتية. لنتعرف أكثر عن هذا المرض معنا الدكتور حسن الإبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك عن جديد دكتور، أهلا وسهلا فيك. اليوم الروماتيزم يلي عم تجينا كتير أسئلة حول هذا الموضوع، بالبداية وقبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نعرف شو هو الروماتيزم. الروماتيزم هو اسمه الحمى الرثوية، الناس متعارف بينهم بشكل عام الروماتيزم، وهن في خطأ شائع، كل واحد عنده وجع بمفاصله بيقولوا انه معه روماتيزم. تمام. حتى الناس يلي كبار بالعمر وعندهم التهاب مفاصل تنكسي او عندهم آلام مفصلية ما لها علاقة بالروماتيزم لا من قريب ولا من بعيد بيقولوا عنها روماتيزم، لكن الروماتيزم هو نفسه الحمى الرثوية. نعم. والحمى الرثوية هي مرض جهازي يصيب أجهزة متعددة في الجسم، وهذا المرض سببه ارتكاس مناعي تالي لإصابة بنوع معين من أنواع الجراثيم يلي تصيب البلعوم واللوزات. هي الجراثيم اسمها المكورات العقدية. هي الجراثيم لما تصيب البلعوم ممكن تحدث في الجسم ارتكاس مناعي من نوع معين، هالارتكاس المناعي هاد بهاجم أجهزة متعددة، وأهم جهازين عادة يصابوا هو العضلة القلبية أو القلب، والجهاز الثاني هو المفاصل. نعم. طبعا ممكن تصيب الجلد وممكن تصيب الجملة العصبية المركزية. فإذا هو ارتكاس مناعي يحدث عادة بعد إصابة البلعوم بالمكورات العقدية بأسبوعين إلى 3 أسابيع. طيب دكتور خلينا نحكي أكثر عن أعراض الروماتيزم، وخصوصا أنه ممكن يصيب أعمار متعددة، يعني مو شرط يكون أشخاص كبيرين بالعمر لحتى ينصابوا، ممكن أطفال يكون معهم انتكاسات مثل ما قلت متعددة فيؤدي هذا الشيء للروماتيزم عندهم. كمان هون في فكرة شائعة، الروماتيزم ما بيصيب أعمار متعددة، الروماتيزم بيصيب الأطفال. إذن هو مرض الأطفال، وعادة سن الإصابة بين 5 إلى 15 سنة من العمر. ممكن يصيب أعمار أكبر شوي، ممكن أصغر شوي، بس غالب الإصابة بهالسن هذا. شو هي الأعراض يلي بتصير؟ عادة بيصير عند الطفل ارتفاع حرارة، أول شيء يلتهب، يصير عند الطفل التهاب لوزات، نتيجة التهاب اللوزات بيصير عند الطفل حرارة ودعث وتعب ووهن ولهتة وضيق نفس. هلأ ممكن يمر الطفل بمرحلة شفاء خفيفة، وعندما تحدث أو يصاب الطفل بالحمى الرثوية يحدث عند الطفل أعراض متعددة. أهم هذه الأعراض ممكن نشوف اللهتة وضيق النفس، وممكن إذا أصغينا القلب نسمع نفخة بالقلب، ممكن يصير عنا التهاب بالمفصل. التهاب المفصل هو غير الألم المفصلي، بتلاقي المفاصل المصابة هي مفاصل كبيرة مثل المرفق مثل المعصم مثل الركبة مثل عنق القدم، وعادة يصير في احمرار بالمفصل وتوذم، وبيصير في حرارة موضعية، وبيصير في تحدد بحركة المفصل. وعادة الالتهاب له مواصفات معينة، بتلاقيه بيتنقل الالتهاب من مفصل لمفصل، بيصيب الركبة اليمنى بعدين بينتقل لليسرى، ممكن يصيب المعصم ينتقل للمرفق. فإذا هو التهاب مفاصل حقيقي يحدث احمرار والتوذم وحرارة موضعية ومتنقل، يصاب مفصل بعد مفصل بعد مفصل، وغالبا ما يصيب المفاصل الكبيرة مو السلاميات. ممكن نشوف أعراض تانية، هي أعراض جلدية، بيصير في عنا طفح على الجلد اسمه الحمامة الهامشية، هي عبارة عن مراكز مدورة أو متطاولة، مركزها طبيعي شافي ومحيطة أحمر شوي، مرتفعة خفيف شوي عن الجلد. ممكن يصير عنا عقيدات تحت الجلد، نحن بنسميهن العقيدات الرثوية، وخاصة على السطوح المفصلية مثلا للركبة أو للمرفق،
العقدة بتلاقيها قد حبة الفاصوليا، وممكن أحيانا نشوف أعراض عصبية، الطفل يصاب برقص بتلاقي إيديه بيصيروا عم يرجفوا، ما عاد يتوازن هيك، بيصير شوية ترنح أحيانا. نعم. أحيانا الطفل يصير عنده نوع من الهذيانات والأهلاس. فشوف إذن الأعراض هي تصيب عدة أجهزة بالجسم، وأسوأ إصابة هي الإصابة القلبية. الإصابة القلبية لما العضلة القلبية تصاب ممكن تصاب بالالتهاب، ويصير عند الطفل قصور قلب وتتوسع البطين الأيسر والأجواف القلبية، وممكن يصير عندنا اضطرابات نظم قلبية متعددة. وغالبا ما يصاب الصمامات بالقلب، وأكثر صمامين ممكن يصابوا هن الصمام التاجي والصمام الأبهري. هي عوامل الخطورة، إذا بدنا نصنف عوامل الخطورة للروماتيزم هي إصابة عضلة القلب. عوامل الخطورة تعني هي الظروف يلي بتساعد على الإصابة بالحمى الرثوية. لا. شو هي الظروف يلي بتساعد على الإصابة بالحمى الرثوية؟ في كتير أسباب. عم يقولوا إنه الوراثة ممكن تيب معين من الناس هن عندهم استعداد أكثر من غيرهم للإصابة. ممكن أحياناً الإصابة السابقة بالحمى الرثوية تهيئ للإصابة مرة ثانية. مرض الحمى الرثوية وعامل الخطر فيها هي مرض يعني يصيب أكثر الناس يلي مستواهم الاجتماعي تقريبا متدني، المجتمعات المكتظة بالسكان، الناس الفقراء، المجتمعات الفقيرة. ولذلك نحن بنشوف بالمدن وبالناس المتطورين، وبأمريكا على سبيل المثال قلت الإصابة كتير بسبب استعمال الصادات والأنتيبيوتيك في معالجة التهاب اللوزات. فهي هي عوامل الخطورة، الإصابة القديمة. أما الأخطار يلي يعني تكون ناتجة عن الحمى الرثوية هون تكمن. هي الأخطار هي أهمها هي الإصابة القلبية. طيب دكتور، خلينا نحكي عن تطور الروماتيزم خصوصا إذا الأطفال انصابوا فيه، قلت من عمر صغير لل 15 سنة، كيف بيتم التعامل مع هاي الحالة، وقديه ممكن يأثر على المفصل اللي بينصاب سواء بالإيد أو مثل ما قلت ممكن بالساق، وكيف بيتم العلاج؟ هلأ أهم شيء أنه نحن نقدر نشخص المرض، ونحن لحتى نشخص المرض لازم يكون عندنا علامتين أو علامة كبيرة مع علامتين صغار من الأعراض تبع المرض. إذن شو هن أعراض المرض؟ هي إصابة القلب، إصابة المفاصل، الحمامة الهامشية يلي بنشوفها على الجلد، العقيدات الرثوية، والإصابة العصبية يلي يصير فيها الرجفان. إذا الطفل أصيب باثنين من هدول الخمسة الكبار يلي قلناهم نحن، فنحن شخصنا المرض. الآن لما نحن نشخص المرض بدنا نعالجه كل طفل على حدة، شو الإصابة يلي عنده بنعالجه على أساسها. هلأ أهم موضوع، خلينا نحكي على الروماتيزم، أو عفوا نحكي على الإصابة المفصلية اللي هي شائعة كتير وممكن تصير كتير عند الأطفال. هدول الأطفال بيتحسنوا كتير بإعطاء الأسبرين والساليسيلات. إذا تحسسوا من الأسبرين ممكن نعطيهم البروفين، وخاصة في شراب منه ممكن يتحسنوا كتير عليه. والأسبرين هو دواء سحري وبيتحسن كتير الأطفال عليه، وممكن نحطيه ولو بجرعة عالية قد تصل إلى 100 ميلي جرام لكل كيلو من الوزن، وهي جرعة كبيرة، وبتلاقي الأطفال بيشفوا تماما. لكن خلال هالمعالجة هي نحن لازم نمنع عودة الحمى الرثوية، ومنع عودتها هو باستخدام الصادات وخاصة البنسلين. لذلك نحن لازم نعطي البنسلين لمدة لا تقل عن 5 سنين، ولو حقن البنسلين المديد لمدة لا تقل عن 5 سنين، ولو جرعة واحدة شهريا. إذا كان وزن الطفل أقل من 30 كيلوغرام ممكن نعطيه 600 ألف، إذا أكثر من 30 كيلوغرام نعطيه 1,200,000، لحتى ما عاد تنكس هي وما عاد ترجع تصيب المفاصل. فالوقاية تكمن في أنه نحن نعطي البنسلين لحتى ما ترجع. هلأ التطور الأسوأ بالحمى الرثوية هو إصابة القلب. عادة ما يصاب صمام اسمه الصمام التاجي، والصمام هذا اللي هو بين الأذين اليسرى والبطين الأيسر ممكن يتخرب، ممكن تنثقب الوريقة، ممكن تتليف وتنكمش، وممكن يصير في تضيق بالصمام وتبلش تتوسع الأذين اليسرى، وهذا السير سير مديد
يعني ما بيبدا ويخلص بساعته، انما يتطور الى تضيق احيانا شديد ومهم، وتستمر يعني يستمر المرض الى عمر ال 25 او 30 سنه. ولما الصمام يتضيق تضيق شديد هذا رح يخلينا نرجع نساوي للمريض عمل جراحي قلبي، نبدل خلاله الصمام ونستبدله بصمام ثاني لحتى الانسان يقدر يكمل حياته. فالإصابة المهمة هي الإصابة الصمامية، وأكثر صمام يصاب عادة هو الصمام التاجي اللي هو بين الأذين اليسرى والبطين الأيسر. ممكن يصاب صمام ثاني اللي هو الصمام الأبهري بنسبة أقل، لكن وهون كمان إذا ضيق الصمام نحن لازم نرجع نبدله مستقبلا إذا صارت الإصابة شديدة. هلأ بيضل عنا التهاب العضلة القلبية، هذا ممكن يتعالج دوائيا خاصة إذا صار في قصور قلب أو اضطرابات نظم، وبيفيد عادة حتى لو يعني إذا صار التهاب شديد ممكن نحن نستعين بالكورتيزون لحتى نحسن ونخفف من يعني تطور الإصابة إلى وضع أسوأ. هلأ بيضل عنا الإصابة العصبية، أهديك عادة تشفى لحالها وتشفى بشكل يعني تام إن شاء الله، لكن ممكن نحن نستعين بأدوية مهدئة لحتى نخفف الرقص والأعراض الشديدة عند هالأطفال هدول. نعم، يعني دكتور الشيء اللافت أنه ما عند كبار السن بيقولوا أنه هو بيصيب الروماتيزم، لكن مثل ما عرفنا من حضرتك لا، بيصيب الأعمار الصغيرة وممكن تمتد معه لعمر 25. إذا بدنا نحكي دكتور عن حالة الكشف المبكر عن الروماتيزم والتشخيص الصحيح وفي الوقت المناسب، قد ايه له دور كثير كبير بسرعه الشفاء ممكن عدم تفاقم ووجود مضاعفات عند الطفل؟ انا بريد اكد على كل الناس انه لا يستهينوا ابدا بالتهاب اللوزات عند الاطفال. السبب الاساسي هو التهاب اللوزات، فنحن لما الطفل يصاب بالتهاب لوزات قيحي جرابي بنلاقي اللوزات كبار بحلق الطفل والقيح عم ينز منهم، ابدا ما نستهين في هذا الموضوع لانه هو هذا سبب الاصابه. والحمى الرثويه ابدا بعيده كثير عن الكبار بالعمر، لا يصاب الكبار بالعمر. نحن هدوليك الالام المفصليه اللي عم تصير عند الكبار بالعمر هي التهاب مفاصل من نوع ثاني، ممكن يكون التهاب مفاصل رثواني، ممكن يكون التهاب مفاصل تنكسي، ممكن يكون في اسباب كثيره لالتهاب المفاصل مثل ارتفاع حمض البول او مثل الانتانات المتعدده. فنحن هذا مرض هو يصيب الأطفال، نحن لازم نحاول نشخص التهاب اللوزات باكرا ما أمكن ونعالجه بالصادات بطريقة صحيحة. ما بروح لعند الصيدلي بقول له أعطيني حبتين التهاب، يأخذ الطفل حبتين الالتهاب أو ثاني يوم ثالث يوم طاب الطفل ووقفنا الدواء. لازم يأخذ الطفل صادات لمدة لا تقل عن 10 أيام لحتى يطيب مزبوط، لحتى ما تتطور عنده الإصابة بالحمى الرثوية. لكن الآن إذا الطفل عولج معالجة خاطئة وخلال أسبوعين من التهاب اللوزات أو 3 أسابيع صار عنده علامة من العلامات وأعراض من الأعراض يلي شفناهن، هلأ وقتها نحن لازم نشخص المرض لحتى ما يتفاقم وما يتطور ونعالجه معالجة صحيحة، سواء الإصابة القلبية أو الإصابة المفصلية أو إصابة العصبية. فهدول لازم يتعالجوا، والتشخيص يعتمد ممكن نحن نساوي لهم عدة تحاليل مخبرية من بينها مضادات المكورات العقدية اللي موجودة بالبلعوم وارتفاع سرعة التثفل وتعداد وصيغة. عادة هدول بنلاقيهم مرتفعين كتير بالإصابة بالحمى الرثوية، فهدول هنن بيساعدوا على التشخيص، والتشخيص يتم بالأعراض يعني من خلال الفحص السريري التشخيص واضح وصريح. فنحن أهم شيء أنه نعالج التهاب اللوزات مبدئيا بشكل صحيح، وإذا شخصنا المرض نعالجه بالطريقة الصحيحة لحتى ما يتطور إلى إصابة سيئة. طيب دكتور، في حال انصاب الطفل بانتانات متكررة وما تم علاجه وبالتالي أدى هذا الشيء ليصير معه روماتيزم، كيف بيتم علاجه؟ هل هذا الشيء بيضل معه فترة طويلة ولا ممكن ينتهي بعد فترة معينة بالعلاج؟ كل طفل يشخص لديه حمى رثوية يجب إعطائه البنسلين ونغطيه بالصادات خاصة في الإصابة القلبية، ويجب الطفل أن يأخذ أبر البنسلين المديد ولو شهرياً 3 أسابيع لكل شهر، متعددة يعني طرق العلاج، في ناس بيقولوا 3 أسابيع وفي ناس بيقولوا شهر، ولحتى يصير الطفل عمره فوق 30 سنة، وفي ناس يعني حسب كل بلد يعني يختلف العلاج من بلد إلى آخر. لكن
إذا كان في إصابة قلبية، يعني إذا الطفل أصيب صمام من صمامات القلب أو صار عندنا التهاب بالعضلة القلبية، الطفل يجب أن يتناول البنسلين كل شهر إبرة لمدة لا تقل أو لعمر لا يقل عن 30 سنة أو حتى 35 سنة، ولو عطينا للأربعين سنة ما عندنا مشكلة أبداً. المهم أنه نحن نحمي هالطفل حتى ما تتطور الإصابة لإصابة يعني تتفاقم ويصير عندنا مخاطر كبيرة. هلأ إذا الحمى الرثوية أصابت المفاصل لازم الطفل ياخذ البنسلين لمدة لا تقل عن 5 سنوات. يعني الموضوع مو بسيط أو مو بهالبساطة. إذا نحن لازم نعطي البنسلين المديد لمدة لا تقل عن 5 سنوات. في حال الطفل تحسس من البنسلين ممكن نعطي مشابهات له مثل الأزيتروميسين على سبيل المثال. إذا المعالجة والوقاية للمدة البعيدة هي بالبنسلين، حقنة بالعضل شهريا، إذا كان في إصابة بالمفاصل لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو لعمر 20 سنة، وإذا كان في إصابة بصمامات العضلة القلبية لمدة لا تقل عن 30 سنة أو حتى لل 35-40 سنة ما في عنا أي مشكلة. إذا الوقاية هي بالبنسلين المديد. نعم دكتور، اليوم إذا بدنا نقول بأبرز الأخطاء يلي ممكن حضرتك تلاحظها أو حتى الاختلاطات بالتشخيص بالنسبة للأطفال، شو عم بتلاقيها؟ هلا اكبر خطا نحن عم نرتكبه ويرتكبه عامه الناس هن انه لما يصير عند الطفل التهاب لوزات او التهاب بالعوم هن دغري بيروحوا يجيبوا دواء التهاب من الصيدليه وبياخذوه. دائما العلاج الخاطئ والمعالجه الغير صحيحه لالتهاب اللوزات هنا تكمن الكارثه. ولذلك انا توصيتي لكل الناس انه ما نستهتر بالتهاب اللوزات نهائيا، ولما يصير عندنا نعرف شو سبب التهاب البلعوم والتهاب اللوزات، واذا كان هو التهاب جرثومي نعطيه الصادات المناسبه ولمده لا تقل عن 10 ايام. او حتى اذا كان متكرر دكتور، نشوف اطفال كل الشتويه ما بتصيبوا من اللوزات. شوفي في عنا التهاب لوزات مو جرثومي، في التهاب لوزات تحسسي، في التهاب لوزات من ناشئ ثانيه، يمكن هذيك ما فيها خطر ابدا، لكن التهاب اللوزات الجرثومي يجب معالجته معالجه صحيحه بالبنسلين او مشابهاته لمده لا تقل عن 10 ايام. وتصوري مثلا نحن اذا كان ما اعطيناه دواء التهاب، اذا اعطيناه ابره بنسلين وحده مديد لالتهاب اللوزات هي كافيه. إبرة بنسلين واحدة كافية، فبنحمي للطفل ما يصير عنده حمى رثوية وبنكون عالجنا الالتهاب بطريقة صحيحة. إذن المخاطر والأخطاء الشائعة تكمن في سوء معالجة التهاب اللوزات ومعالجتها بشكل اعتباطي وبشكل غير صحيح. نعم. يعني دكتور يمكن اليوم موضوع بهم كل الأمهات اللي عندهم أطفال صغار وبيعانوا من التهابات متكررة. خلينا نروح لأبرز النصائح اللي بتحب توجهها بختام حديثنا معك لليوم. أنا يعني أهم النصائح يلي بحب وجهها لكل الناس أنه نشخص التهاب لوزات مزبوط ونعالجه بطريقة صحيحة، وفي حال أصيب الطفل بحمى رثوية يجب استشارة طبيب القلبية أو طبيب المفاصل لحتى يقدر يعالجه ويدبره بشكل صحيح ومزبوط. نحن أهم شيء أنه ما نغلط بحق أولادنا وأطفالنا أنه نتركهم بدون علاج أو نهملهم، وخاصة إذا أصيبوا بالتهاب اللوزات اللي هو التهاب شائع. وعموما الحمى الرثوية خفت كثير عن قبل بسبب وجود الصادات وبسبب استخدامها بشكل صحيح. نعم دكتور كل الشكر لك، يعني المعلومات كانت دقيقة إلى حد ما وكافية. شكرا كل الشكر لك. نتمنى أكيد كل هي النصائح وعي الأهل والمراقبة الدائمة من قبلهم لأطفالهم تكون واقية تماما لحمايتهم وحتى للتنبه يمكن لأي بوادر لوجود أي مرض. شكرا لك دكتور. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم.